لو حتى كانت الأسئلة أمريكي، فممكن أن شو بدخل تحت طيف الاضطرابات الذهانية أو تصنيفية الكالسيفيكيشن للاضطرابات الذهانية حسب DSM 5، شو هي الاضطرابات الذهانية أو تصنيف الاضطرابات الذهانية. تمام، هلأ نحن ما رح نخوض بهي شو بفروا عن بعضهم، ممكن بالمحاضرات القادمة عشان ما تلبكوا حالكم اللي نتعرض لهي التصنيفات. رح نحكي اليوم مثل ما قلنا، رح نحكي نركز على مثل ما قلنا على الفصام أو طيف الفصام اللي هو أول تصنيف حسب DSM-5. تمام، هلأ الفصام أو المريض الذهاني، المريض الذهاني، لأن الذهان هو كلمة شو اسمها شاملة أو كلمة أعم من الفصام. شو الفصام؟ يعني إذا شو بتبادر لذهنكم لما بنقول هذا الشخص معه فصام، أو هذا الشخص عنده بالعامية، خلينا عشان تكون كلام يعني ممكن يكون مفهوم للأغلب، يكون معه فصام الشخصية. شو بتبادر لذهنكم أن هذا الشخص يكون معه، أو من شو بحاني يعني هذا موضوع الشخص اللي عنده موضوع فصام، وشو ممكن الناس تقول عنه؟ طبعا إذا حدا من بشاركنا حكيم، هو شخص يعني ما عاد في ارتباط بينه وبين الواقع أنا عم يعيش فيه. نعم، يعني هيك. بس نتعرف عليك. عبد الكريم القجي. حكيم عبد الكريم، أهلا وسهلا أخ عبد الكريم. تمام، قلنا شو يعني دكتور كمان. تفضلي، بس اللي زكاتكم بدي يحكي، بس أول شيء بس اللي في يرفع إيده أنا ممكن أعطي المايك، وشغلة تاني إني أعرف عن اسمه قبل ما يحكي. ما بعرف فيه كانت عم تحكي بشرة فاطمة غنيمة. دكتور فاطمة تفضلي. أخت فاطمة، هلأ الفصام هو اضطرابات بالشخصية. نعم، يعني بصير المريض يعمل أكثر يعني شغلات متناقضة مع بعضه. شغلات متناقضة مع بعضها، يعني مثل إيش مثلا؟ مثل إيش ممكن يعني مثل إيش هيك في بالك يعني؟ أو إذا أنت مثلا شفتي مريض فصامي، أو قريتي عن مريض فصامي، أو تعاملتي مع مريض فصامي. هلا دكتور، أنا على حسب ما أذكر من مادة علم النفس السلوكي، إنه كان الفصام يعني إنه مثل اللي بيحكي شغلة مثلا بهذا اليوم، برد بعد فترة بيحكي إنه ضد هي الشغلة. بحكي ضد هاي الشغلة. طيب تمام، مشكورة أخت فاطمة. كان في حدا كأني كان يحكي، حدا حابب كمان يعطينا رأيه أو يعلق شو موضوع الفصام لما نقول الفصام بالشخصية؟ شو معنى هاي الكلمة، أو شو هذا الشخص ممكن يعاني؟ طيب شان الوقت هلا الفصام او الشخص اللي عنده موضوع فصام، يعني هو شخص غير مرتبط بالواقع، هو شخص انفصل عن الواقع. يعني مثل ما بقولوا اللي شخص صار عنده اللي بنسميه الرياليتي تيست او اختبار الواقع، بصير عنده سلبي. يعني هو شخص انفصل عن الواقع اللي هو عايش فيه، وعاش عم عيش في عالم تاني، اللي هذا موضوع العالم موضوع التاني هو مثل ما قلنا الضلالات الموجودة عنده، أو الأوهام أو الإهلاسات أو إلى آخره. يعني هذا موضوع الشخص صار اختبار الواقع عنده سلبي. يعني إذا ضربنا مثال، شو يعني هذا الاختبار الواقع، أو فرض فقد ارتباطه بالواقع واختبار الواقع عنده صار موضوع سلبي، يعني هذا موضوع الشخص مثلا اللي الشخص اللي صار يفكر حاله اللي هو المهدي. تمام، هذا موضوع، هذا الكلام
ما موجود، يعني ما اني شو انت مقوماتك او شو الدليل اللي انت فرض المهدي، او هو مثل ما قلنا هو رئيس العالم، او هو اغنى موضوع رجل موجود في المنطقة وعنده بنك خاص موضوع فيه، او هو بنزل عليه موضوع الوحي، او هو مكلف من الله عز وجل او رب العالمين كلفه بمهمة، مع اني ما ظل انبياء وراح اخلصنا بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي خاتم الانبياء والمرسلين، ولا عد وحي ينزل من السماء وقطع الوحي من السماء، منين انت هذا الكلام عم تحكي؟ فشايفين لهذا موضوع الشخص فقد ارتباطه بالواقع، فقد الاختبار الواقع صار عنده موضوع سلبي، وصار عايش في اوهامه ان هو مثل ما قلنا هو شخص عظيم، هو مكلف برسالة، هو بنزل عليه الوحي، هو شخص مميز، هو عنده قدرات خارقة، هو الى اخره. فالرياليتي تيست او اختبار الواقع بصير عنده موضوع سلبي، فهو شخص انفصل عن الواقع. طبعا شخص موضوع انفصل عن الواقع، فهذا اللي شخص عايش مثل ما قلنا وعايش في عالمه الخاص او العالم الافتراضي، خلينا نقول اللي هو عايش فيه. يعني مثل مثلا جدنا مثلا وحدة نابت عنا في وحدة الاستشفاء، وحدة استشفاء يعني بالإمبيشنت، أن هي متزوجة وعندها 10 أولاد، وبتقوم بتقوم كل يوم الصبح حتى ضمن المشفى، هذا الكلام يعني تصرفاتها ضمن المشفى، بتقوم الصبح بكير بدها تروح تسخن المي، وبدها تغير للأولاد اللي لأولادها، وبدها تحممهم، تغير لهم أغراضهم وإلى آخره. وهي كلها على بعضها بالواقع هي ما هي متزوجة بالأصل، هي ما هي متزوجة، عندها موضوع توهم أو وهم إن هي متزوجة وعندها أولاد، وهالأولاد هي عايشة معهم وبتحكي معهم وبتتواصل معهم وبدها تهتم فيهم وإلى آخره. شايفين وين هي؟ وهي في الواقع شيء، وهي عايشة في محل تاني، أو هي متخيلة إن في محل تاني أبدا. أو وحدة تانية إن هي عم تتألم كل يوم، عم تتألم وتتوجع، وجيبوا لي موضوع الداي وخذوني على المشفى، وأنا إني أنا عم بطلع وأنا بدي أنا عم بولد وإلى آخره. وهي مثل ما قلنا هي لاي هي موضوع لاي حامل ولا عنده موضوع حمل، وما صلم الزوجة غير فترة موضوع بسيطة وإلى آخره. فشايفين هي شخص انفصل عن الواقع وعايش في العالم وموضوع الخاص اللي هو موضوع اللي الوهم والضلالات والهلاسات اللي هو اللي عبعاني منه أو بشعر فيه. فهذا موضوع الشخص اللي عنده موضوع فصام أو اللي عنده زهام بشكل عام. هلا الفصام، ليش الفصام؟ هو يعتبر بالنسبة للطب النفسي هو سرطان الطب النفسي، هو من أشد الأمراض أو من أصعب الاضطرابات العقلية. طبعا الفصام هو يصنف ضمن الاضطرابات العقلية، ضمن كل شيء زهاني يصنف تحت اضطراب موضوع اضطرابات اضطرابات موضوع عقلية. ليش الفصام هو اضطراب؟ هو اضطراب بالنسبة انه هو اضطراب شديد، اضطراب خطير، اضطراب طويل الامد، كرونيك مزمن، اضطراب موضوع مثل ما قلنا شديد، لأنه الاضطراب موضوع الفصامي او الشخص اللي عنده زهان او اللي عنده موضوع فصام، هذا منضرب عنده كل شيء، او ان الاضطراب موضوع الفصامي بشمل كل شيء، موضوع بالوظائف، موضوع عند موضوع هذا الشخص. يعني اللي هو بصير عنده الشخص اللي بصير عنده توهم، التوهم هو اضطراب في محتوى التفكير، اللي بصير عنده طبعا اضطراب موضوع في الكلام مثل تطاير أفكار أو عدم ترابط أو كلام غير مفهوم، اضطراب في شكل ومجرى التفكير. بصير عنده اضطراب بصير بسمع أصوات أو بشوف أشياء أو أشخاص ما موجودة، بصير عنده هلوسينيشن، عنده اضطراب بالإدراك. بقول أنا مالي مريض،
وأنا ما فيني شيء وأنا مالي بعازل دواء وأنا أنتم مرضانين وأنتم روحوا تعالجوا، فعنده اضطراب بالبصيرة، بصير بتضحك لحاله وبيبكي لحاله، ما بعود بتأثر بالظروف والأحداث اللي بتجري حواليته، بصير عنده اضطراب بالوجدان أو الأفكت، بصير عنده سلوك مشوش أو disorganized behavior، أو بصير عنده disorganized بالنسبة للspeech أو الكلام، فبصير عنده اضطراب بالكلام، اضطراب مثل ما قلنا موضوع بالسلوك، بصير طبعا بيكتسب عادات وطباع جديدة ما كانت موجودة فيه، بصير عنده معناتها تبدل في الشخصية أو change in personality. فشايفين ان الاضطراب الذهاني ليش هو سرطان الطب النفسي او هو من اشد الاضطرابات العقلية، هي الاضطرابات الذهانية، ومثل ما قلنا هو اضطراب معناتها هو اضطراب شديد بصيب تقريبا كل شيء ممكن يضرب عند الشخص او بصير على اكثر موضوع مستوى، واضطراب هو كرونيك، يعني بقول الشخص الفصامي الشخص اللي بصير عنده موضوع فصام يعني هو ما برجع للطبيعي، ما برجع للبيز لاين اللي كان قبل ما يمرض، وكل مع كل يعني مع كل انتكاسة أو ريلابس أو هجمة خلينا نقول أو أتاك اللي بصير عنده تدهور، بنزل أكثر، بنحدر يعني بنحدر، أو بصير عنده موضوع تدهور في الأداء الاجتماعي والأداء المهني الأداء الأكاديمي الأداء المنزلي بالنسبة للستات البيوت أو مجالات ما نسميه أو مجالات أخرى من مجالات الحياة. الاضطراب الذهاني هو اضطراب معناته شديد، اضطراب طويل الأمد، مع كل انتكاسة أو مع كل هجمة أو مع كل ريلابس بصير عند المريض هو كل ماله بنزل لتحت وبنزل للأسفل وبتدهور المريض مثل ما قلنا بتدهور المريض أكثر. فالاضطراب موضوع الذهاني اللي هو اضطراب مثل ما قلنا شديد طويل الأمد من أشد الاضطرابات موضوع العقلية الموجودة في الطب النفسي أو في السايكاتري. وليش سميناه طيف؟ لأني ما ممكن نشوف أني التظاهرات هي تظاهرات الزهان نشوف أني بتختلف من شخص للتاني، شخص مثلا عنده اثنين مشخصوا فصام، بس واحد عنده مثلا سيطرة الأعراض الإيجابية، واحد عنده سيطرة الأعراض السلبية، واحد عنده مريض مثل ما قلنا عنده اضطراب موضوع السلوك واضطراب التفكير هو اللي طاغي، وكل ما له هذا الشخص بتدهور مع مثل ما قلنا مع الوقت او مع الزمن. هلا بقول لك مصطلح، هل المصطلح مثل ما قلنا الكريزي او الجنون اللي بنشوف اللي موجود هذا بالطب النفسي لما بقولوا هذا الشخص مجنون او الشخص فاقد عقله، اللي هو هذا الشيء موجود هذا المصطلح بالطب النفسي، يمكن حكينا بأول محاضرة أن ما في شيء اسمه مصطلح الجنون في الطب النفسي، ما في شيء من ناحية الطبية في شيء مصطلح اسمه الجنون أو الكريزي، ما في هذا الشيء اسمه بالطب، رغم أني بالقانون موجود، يعني بالقانون إذا رجينا على قانون الأحوال الشخصية أو قانون المدني أو قانون العقوبات في شيء اسمه مصطلح مجنون أو في شيء اسمه مصطلح الجنون، بينما بالطب ما في شيء اسمه الجنون. طب هذا مصطلح الجنون على مين إذا جينا من ناحية الطبية؟ على مين هدول اللي يطلق عليهم أن أشخاص هن صابوا الجنون؟ إيش يكون معه من ناحية النفسية؟ أو من ناحية العقلية هو الاضطرابات الذهانية أو الفصام. هلا بالنسبة لنا اضطرابات ذهانية أو الفصام أو أن التخلف العقلي كمان يطلق عليهم الجنون لأشخاص أو التخلف العقلي أو القصور العقلي كمان يطلق عليهم الجنون، الأشخاص اللي بصير في عندهم ديمينشيا أو الخرف كمان يطلق عليهم الجنون، والأشخاص اللي عندهم منك أو الهوس مع أعراض ذهانية كمان يطلق عليهم
الجنون. فبالنسبة لنا نحن بالطب ما في شيء اسمه الجنون، هذا المصطلح ما موجود، موجود فقط موضوع بالقانون، وهذا المصطلح الجنون يطلق مثل ما قلنا بالنسبة لنا إذا قاربناه مين هذا الشخص اللي بيقولوا عنه الناس مجنون، أو اللي بالقانون مين هذا بيقولوا إن هذا الشخص إن هو دخل في مرحلة الجنون، هو الشخص الفصامي أو الشخص الزهاني أو الشخص الهوسي مع الأعراض مثل ما قلنا مع أعراض زهانية. تمام. هلأ نجي على الفصام. حكينا موضوع الفصام هو بيأثر على كل نواحي موضوع الشخصية، التفكير، الإدراك، البصيرة، الوجدان، الأفكت، السلوك، التغيرات أو تبدلات موضوع مثل ما قلنا في الشخصية، شكل ومجرى التفكير. فكل هاي الشخص موضوع الزهاني بصير عنده خلل أو اضطراب في كل هاي النواحي. هل نقول اللي انفصام الشخصية كأني اللي بقوله بالعامية كأني هو صار شخصيتين، يعني شخصيتين انفصام الشخصية كأني أنا بحكي كأني أنا هذا الشخص صار شخصين، برأيكم هل الكلام هذا صحيح؟ يعني لما بقول انفصام أو انفصام الشخصية فالناس بتفهم أن هذا صار شخصيتين، يعني انفصام أن هذا موضوع صار شخصيتين وكل وحدة لحال، كل وحدة موضوع لحال. هل الكلام هذا صحيح؟ أو هل الاعتقاد بالنسبة للعامة أو حتى عند بعض الأشخاص هل الاعتقاد هذا صحيح؟ أن الانفصام كأني عم بحكي أن هذا الشخص صار اثنين شطر لقسمين؟ إذا حدا بحب يشاركنا. بالإجابة بشرة، ما بعرف إذا بشرة سمعتيني. بشرة الحاج علي. دكتور يمكن أنه الفصام هو اضطراب بالشخصية، أما في اضطراب تاني هو تعدد شخصيات غيره بيختلف عنه؟ بيختلف عنه. طيب يعني الناس بيقولوا فصام، يعني برأيك أنه هو اللي الفصام ده، خلينا نقول هاي كلمة سكيزوفرينيا أو الفصام اللي هي من أين جاية؟ يعني هل هو فعلا لهذا الشخص هي شخصيتين؟ ولا لا مثل ما عم تقولي هو لا هذا شغلة تاني هو تعدد الشخصية؟ ممكن الفصام هو اضطراب الشخصية بس مو بناء شخصية كاملة، شخصية تانية كاملة. طيب ما هو بناء شخصية تانية. طيب مشكورة بشرى. يعني الفصام، وبقول لك أول من أطلق مصطلح الفصام كمان هذا أمر مهم اللي تعرفوا مين أول من أطلق هاي الكلمة، يعني هاي الكلمة سكيزوفرينيا مين أول من يعني بالهيستوري تبع الفصام مين أول من أطلق كلمة الفصام؟ أول من أطلق كلمة الفصام أو سكيزوفرينيا هو العالم اسمه بلوليار عام 1911. هو اللي أطلق مصطلح الفصام أو سكيزوفرينيا. وإذا سكيزوفرينيا هو معناته سكيزو هي الانفصام أو الانقسام، والفرينيا هي العقل أو ما يسمى بانفصال العقل. معناتها ان هذا موضوع الشخص ما صار اثنين، او ما هو صار اثنين، يعني الفصام كأنه موضوع شخصيتين، او هذا ما هو هذا موضوع الشخص، او هالشخص كأنه صار شخص ثاني. تمام. لا، هو الانفصام او سكيزوفرينيا هو انفصام العقل، يعني سكيزو انفصام والفرينيا هي موضوع العقل. واول من اطلق هذا المصطلح هو العالم بلوليار عام 1911. هو قبل العالم أو قبل 1911 كان في العالم اسمه كريبلين. هذا العالم كريبلين شاهد مظاهر تشابه مظاهر العتا أو الدمنشيا، بس إن هي الدمنشيا شافها في أعمار صغيرة أو في سن مراهقة أو سن موضوع الشباب، بينما معروف إن الدمنشيا أو العتا هو بصير بعد الستين. موضوع عادة تظهر مظاهر الدمنشيا أو الخرف بتكون في أعمار متقدمة أو الأولد إيج أو ما يسمى
مثل ما قلنا بعد 60 أو 65 سنة، فشاف أني أعراض تشابه الأعراض العتاهة أو الخرف بس في أعمار مبكرة، ما أعرف شو هاي الأعراض، فأطلق عليها العالم كريبلين، أطلق عليها اسم العته المبكر أو الديمنشيا بريكوكس، الديمنشيا بريكوكس أو ما يسمى بالخرف المبكر، يعني مثل ما قلنا خرف مبكر عند الشباب، اللي هو شاف أعراض خرف بس هاي الأعراض يعني الأعراض تشابه أعراض الخرف بس شاف عند مثل ما قلنا أعمار صغيرة وعند موضوع الشباب، فهو ما عرف شو يفسر هاي الأعراض أو شو هي هذا الأعراض، ليش هذا أني ما بقدر بقول عنه عتاهة أو اللي خرف لأن هذا عمره صغير، تمام؟ فاللي قال عنه الخرف المبكر أو ديمنشيا بريكوكس، تمام؟ بعدين أجا مثل ما قلنا العالم بلولير اللي سماها موضوع بسكيزوفرينيا أو بالفصام، واللي هي مثل ما قلنا مو إن الشخص بصير اثنين، مو هي انقسام الشخصية، هي انقسام أو انفصام موضوع العقل. هل مرض الفصام هو مرض شائع؟ هل مرض موضوع الفصام باعتبار مثل ما قلنا هو مرض خطير وهو من أشد الأمراض مثل ما قلنا والاضطرابات النفسية من حيث موضوع طول الأمد والشدة، هل هو مرض شائع؟ بقول لك النسبة أو البريفيلانس، نسبة الانتشار، طبعا النسب مطلوبة يا جماعة، النسب مطلوبة، فممكن طبعا حتى لو أسئلة أمريكي اللي يجيكم موضوع لازم يكون أنت تعرف موضوع النسبة، وخصوصي بالنسبة للاضطرابات الأساسية. نسبة انتشار الفصام هي يعني اللي حسب الـ WHO ومنظمة الصحة العالمية هي 1%، هم بالنسبة هي من 0.4 ل1%، بس نحن بنقول وسطيا 0.7، بس عشان ما كتير انتو تتعقدوا اني او يختلط عليكم نقول 1%. نسبة انتشار الفصام هي مثل ما قلنا 1%، 1% يعني معناتها بين كل 100 شخص في عندي شخص عنده موضوع فصام، تمام، بين كل 100 شخص في شخص عنده موضوع فصام، وهي النسبة لا تعتبر يعني مثل ما قلنا لا تعتبر هي نسبة موضوع قليلة بالنسبة للمجتمع، وهي هي النسبة تقارب نسبة انتشار الإبيليبسي أو الصرع، واللي بتشوفه مثلا أن الصرع هو مرض كومن يعني مرض موضوع شائع، بس ما بقول لك الفصام أنه هو نفس نسبة انتشار الصرع، بس الاهتمام بالصرع غير الاهتمام موضوع بالفصام، فبتلاقي الناس ما بتركز على الصرع لأنه باعتبار مرض عصبي بس ما بتركز على الفصام. فنسبة انتشار الفصام هي 1%، مثل ما قلنا هو يصيب طبعا بالنسبة للجنس يصيب الذكور والإناث بنفس النسبة، يعني equal بالنسبة للرجال والنساء بنصابوا بنفس النسبة، ما في أرجحية، يعني ممكن يكون في شوي أرجحية عند الرجال أو عند الذكور، بس يعني النسبة متقاربة، نسبة الإصابة متقاربة بالنسبة بين الرجال والنساء. المستوى الاجتماعي اللي حكينا، هل شافوا أن الفصام يكثر في الطبقات المتدنية أو الطبقات المتدنية من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، بس أني هل هو بس شائع بالطبقات المتدنية أو بالطبقات الفقيرة؟ لا، هو الشيء اللي حكينا أن الفصام الأشخاص اللي بنصابوا بالفصام في شيء اسمه سيوريز أو نظرية اسمها نظرية الانحدار، أن الأشخاص اللي بنصابوا مثل ما قلنا بالفصام هن تلقائي رح ينحدروا في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، يعني هذا الشخص اللي يصيبه فصام هو رح يخسر وظيفته، رح يتفكك موضوع من الناحية موضوع الأسرية، رح مثل ما أنه يصير موضوع أنه هو يتسوى الموضوع في الشوارع، فهو رح ينحدر باعتبار رح يخسر وظيفته، رح يخسر الأشخاص الداعمين له، رح يخسر أسرته، رح ينتبز موضوع من قبل المجتمع، رح يهمل، فهو رح ينحدر نحو التدني سواء كان الاجتماعي أو الاقتصادي أو إلى آخره، بس ما هو أني بس يصيب الطبقات المتدنية، لا، بقول لك الفصام
يصيب جميع الطبقات بغض النظر المثقفة وغير المثقفة، الطبقة العليا ولا الغنية ولا الفقير ولا الأسود ولا الأبيض. الفصام يصيب كل الناس، كل الطبقات، كل المستويات، موضوع المستويات سواء كان موضوع مثل ما قلنا الأغنياء ولا الفقراء أو متوسطي الدخل، الطبقة المثقفة ولا غير المثقفة، يصيب جميع موضوع الأشخاص ويصيب جميع الأعمار. هلا بقول لك بالنسبة للأعمار، باعتبار جينا على العمر أو الإيج، العمر بالنسبة للأعمار بقول لك هو بالطرفي العمر غير شائع. يعني بطرفي العمر غير شائع شلون؟ يعني عند الأطفال وعند وعند الكهول هذا موضوع غير شائع الفصام، غير موضوع شائع. يعني هو تحت العشر سنين أبدا بكون نادر، وفوق الستين بكون نادر. طيب شو العمر المتوقع بالنسبة لموضوع الفصام؟ لك الفصام العمر المتوقع هو بين 15 و40 سنة. إذا صار بعد 45 فهو فصام ذو بدء متأخر. إذا الذروة تبعية الفصام عند الرجال هي بين 15 و25 سنة، وعند النساء بين 25 و35. بتشوفوا اللي إصابة النساء بالفصام هي تتأخر أكثر من الذكور. يعني عمر البدء عند الإناث هو متأخر بالنسبة لعمر البدء عند الذكور. ومثل ما قلنا أن هذا الشيء مهم، يعني أنا بالنسبة للعمر المتوقع للإصابة بالفصام أو ذروة الإصابة بالفصام عند النساء إيمت هي من 25 و35، عند الذكور بين 15 و25 سنة. وهذا أمر مهم، وهذا مفرق. ليش الأمر مهم؟ مفرق بالبروغنوزس أو مفرق بالإنذار. يعني المرض اللي بيجي بعمر 15 اللي هن بيصابوا أكثر، أغلب الذكور بيصابوا بين 15 و18 عادة، أو بقول لك سن الخدمة الإلزامية أو سن موضوع الجيش اللي هي 18 سنة. تمام، هون عدم اكتمال لسه ما اكتملت الشخصية، ما نضج هذا موضوع الشخص. تمام، اللي في تقريبا في قمة اللي هو اكتسابه للمعارف، أو مثلا مثل ما قلنا الفصام هو راح يخلي موضوع الدهور من ناحية الأكاديمية والناحية التعليمية، أو ما يقدر يكمل دراسته، وما يقدر مثلا يحصل على شهادة الثانوي أو البكالوريا، أو إذا كان دخل جامعة ما يقدر يكمل. في قمة موضوع أن عدم اكتمال موضوع الشخصية، هذا رح يأثر على الإنذار. بينما النساء بين 25 و35، مثل ما أقول كون جابت لها 4 أولاد و5 أولاد وخلصت جامعة، إذا كانت عم تدرس طبعا ما يدير كيف البيت وإلى آخره، فالإنذار يكون أفضل عند النساء غير عند الذكور. بينما الإنذار المرض أو الفصام عند الذكور هو أسوأ نتيجة مثل ما قلنا، لأنه بلش بعمر أبكر وبعمر لسه مثل ما قلنا عدم اكتمال أو نضج الشخصية. فمثل ما قلنا نسبة الإصابة هي صح متساوية بين الذكور والإناث، بينما الإنذار عند الذكور هو أسوأ، لأن مثل ما قلنا لأن عمر البدء أو الذروة هي بتكون بين 15 و25 سنة أو أعدم، لسه ما اكتملت مثل ما قلنا الشخصية. هلا من الأمور بالنسبة للوفيات أو المترلايتي، الوفيات عند مرض الفصام بتكون أعلى. ليش أعلى؟ يعني بتكون مريض الفصام أول شيء هو مريض غير مستبصر، مريض مثل ما قلنا هو عايش في عالمه الخاص، في أوهامه، في إهلاساته، في اضطراب الكلام اللي عنده، النبذ الاجتماعي أو الناس ملت منه، ملت من مرضه، مرضه مزمن، مرضه طويل، مريض ما هو متعاون، مريض ممكن يشكل موضوع خطورة، الناس كلها بتخاف تتعامل معه. تمام، مريض موضوع وصل لمرحلة موضوع الإهمال، فطبيعي أن يكون عنده الوفيات أكثر. المريض إذا صابه موضوع شيء هو بالأصل مثلا اللي ما بيعترف حاله اللي هو مريض، أو هو ما بياخد دواء اللي هو ماله مريض، فشلون موضوع دي ياخد دواء إذا مريض من الأمراض العضوية الثانية اللي ممكن إلى تأثيرات موضوع على الحياة. بالإضافة لنسبة التدخين، المرضى بقول لك 90% من مرضى الفصام مدخنين، مدخنين طبعا بشراهة،
فاختلاطات موضوع أو عنده سوء استخدام مواد، فهذا اختلاطات لهي الأمور اللي بتأثر على معدل مثل ما قلنا معدل الوفيات تكون عنده الأعلى من بقية موضوع الأشخاص. حد عنده سؤال أو الشيء اللي عم نحكيه، أو أن شخص عنده مثلا احتك مع مريض فصامي أو يعرف مريض اللي هو عنده فصام أو هيك شيء، أو عنده أي سؤال أو تداخل بالنسبة للشيء اللي حكيناه؟ طيب إذا ما في شيء رح نكمل. بقول لك اللي في من العوامل الثانية، شافوا إني المرضى أو الأشخاص اللي عندهم فصام اللي أكثر يكونوا من موالين فصل الشتاء وبداية الربيع، وهذا خلاهم ضمن الأسباب اللي أو الفرضيات أو أسباب إن الفصام اللي يدخل إنه يمكن يكون في عامل خمجي أو عامل موضوع التهابي اللي زيادة تعرفوا الإصابات بالإنفلونزا والأمراض الرشح والقريب والإنفلونزا اللي بتكون في فصل الشتاء وأوائل الربيع. فشافوا أني مثل ما قلنا اللي الأشخاص المصابين بالفصام غالبا بكونوا من مواليد مثل ما قلنا فصل الشتاء وبداية الربيع، فاللي ممكن رجح تكون في عامل خمجي بالنسبة للفصام. أنا تقريبا هيك حكينا اللي بالنسبة للعوامل اللي بالنسبة للفصام وين بنشوفه، أو وبائيات الإبيدمولوجي تبعية الفصام أو عوامل الخطورة. حكينا تقريبا الشيء المهم بالنسبة لهي، ومثل ما قلنا الأرقام مهمة بالنسبة مثل ما قلنا الانتشار أو الذروي، يعني المقامة ينصاب معدل السن اللي بصيبه أو ذروة الإصابة، وليش الإصابة هي عند النساء بفصام إنذار أفضل من الذكور. فقلنا ليش بالنسبة الترجيح أن يكون في عامل خمجي بالنسبة لأسباب الفصام، بسبب أني مثل ما أنا شافوا أني أغلب الأشخاص المصابين بالفصام هن أشخاص من مواليد الشتاء وبداية الربيع. هلا بدنا نحكي عن أسباب الفصام. الأسباب الفصام، هل بتعتقدوا شو ممكن يكون سبب الفصام؟ أو إذا أنا يعني بيجوا الأهل، وكثير نحن بنتعرض لهذا موضوع السؤال، الأهل مثلا أو مرافقين المريض أو الكير كيفر المريض بقول لك يا دكتور ليش بنتي صار معه هيك، أو ليش ابني صار معه هيك، معه فصام، أو شو سبب اللي ابني صار معه فصام، شو ممكن نحن نجاوبه؟ يعني شو ممكن نجاوب هذا موضوع الشخص أو الأهل اللي شو أسباب الفصام الإيتيولوجي، يعني الإيتيولوجي أو شو أسباب الفصام؟ شو برأيكم ممكن نحن نقول اللي ليش شخص صار معه فصام؟ يعني ليش في أشخاص بصير معه فصام تعرض لشدة أو ضغط أو أي عوامل، مثلا ممكن تكون فقد عزيز، خسارة مالية، فشل موضوع أكاديمي، رسب موضوع بالبكالوريا، مثل ما قلنا طلاق، خسارة مالية، فقد عزيز، صار معه فصام، وأشخاص تانيين تعرضوا لنفس العوامل أو صار معه نفس الضغوطات بس ما صار معه فصام. وليش موضوع الفصام مثل ما قلنا هي لا أو هو والله لا دخل موضوع جامعة ووصل لسنة الثالثة مثلا وكان معدله فرضا 76 أو 80، وبعد السنة الثالثة صار معه المرض وما بقى يقدر يكمل موضوع جامعته، أو رسب وبطل يقدر، اللي بالأخير فصلوه أو هو ترك موضوع الجامعة وكان باقي له سنة للتخرج. ليش هذا هيك وليش صار معه فصام؟ أو يا دكتور ليش ابني صار معه فصام؟ برأيكم أسباب الفصام؟
حدا ممكن يشارك لهم معلوماته العامة، مو شرط يكون اللي شيء مثلا يكون محضر. صلاح، ما بعرف صلاح موجود معنا، صلاح جلب إذا موجود. صلاح إذا بتسمعنا. طيب هل حبيب بيحكي ولا ممكن نختار؟ هل حبيب بيشاركنا شو برأيكم اللي شو نجاوب الأهل، أو اللي برأيكم شو سبب الفصام؟ ليش ابنه صار معه هيك، أو ليش بنته صارت معه هيك؟ لا حكيم، ممكن مثل ما حكيت إنه يعني بفصل الشتاء سبب فيروسي فأثر على يعني على بنية الدماغ أو على شيء بالدماغ فسبب هالشيء. وممكن يكون طيب. العلاقة بالعائلات، يعني عائلات يظهر فيها هذا المرض وعائلات ما يعني ما يكون له ارتباط بهالشيء. طيب تمام مشكور، هذا موضوع ممكن يكون من الأسباب اللي أو من سبب الأسباب. طيب إذا حدا حابب يشاركنا كمان دكتور، ممكن يكون الاستعداد الوراثي هو يعني أهم سبب سواء للفصام أو حتى أغلب الاضطرابات النفسية. نعم، مين معنا؟ فاطمة. نعم دكتور، فاطمة. طيب ماشي، إيه تمام، شكرا فاطمة، يعني حكيتي على أمر مهم جدا اللي هو الاستعداد الوراثي. الاستعداد الوراثي والتأهب الوراثي أمر مهم جدا. طيب كمان مين حدا حبيب يحكي؟ تفضل. ممكن من الظروف البيئية الحوالية والظروف اللي بعيشها ممكن كمان اللي تأثير، الظروف المحيطة أو الظروف الضاغطة اللي ممكن اللي هو بعيشها، أو الحرمان، خلينا نقول الحرمان المادي، الحرمان العاطفي، ممكن يكون هو موضوع سبب من موضوع الأسباب. طيب دكتور قد يكون، ما سمعتك، موضوع المخدرات إذا كان بيتعاطى مخدرات مثلا. تمام، ممكن أن الشخص إذا عنده شو استخدام مواد أو إدمان على مادة ممكن يصير عنده فصام. تمام، ممكن يكون واحدة من الأسباب. طيب أو ممكن يكون اضطراب ممكن اضطراب النواقل. اضطراب النواقل العصبية. تمام، اضطراب بالنواقل، العوامل الكيميائية الحيوية الموجودة بالجسم ممكن يكون هذا سبب. ما بعرف فيه كأني بديعة، مين معنا كيف عيده وحيب بشارك؟ ممكن مشاكل الطفولة، مشاكل او الخبرات او الشدات اللي خلينا نقول، واللي ممكن الشخص يتعرض له، او الخبرات خلينا نقول الصادمة اللي مرت مع الشخص اثناء مرحلة الطفولة. تمام، ممكن يكون هي سبب من الاسباب. تمام، اكيد ممكن يكون له علاقة بامراض مناعية مثلا او امراض المناعة. ممكن هاي العلاقة كل الأمراض هاي نعم، ممكن الأمراض موضوع الملاعة، ولا إذا في شيء اضطرابات مناعية تلعب دور كمان، ممكن هذا يكون سبب من الأسباب. طيب هلأ شايفين بهذا الحوار، أو هالحوار هلأ اللي دار بيناتنا، بنشوف أني حكينا نحن على أكثر كأني على أسباب متعددة اللي ممكن تلعب دور في ان هذا الشخص صار معه فصام. معناته انا انه ممكن يكون النواقل العصبية الى دور، الاضطراب النواقل العصبية او العوامل الكيميائية الحيوية الى دور، ممكن نقول الخبرات او الخبرات الصادمة والتجارب الحياتية اللي وخصوصا في مرحلة الطفولة، واذا تعرض الشخص لشدات او صدمات إلى موضوع دور، ممكن يكون الظروف البيئية المحيطة بهذا موضوع الشخص، سواء كان مثل ما قلنا
الحرمان مثلا العواز، الحرمان الاقتصادي، الحرمان العاطفي، فقد موضوع شخص عزيز، الطلاق، أزية، شدات عارضة، موضوع بالحياة ممكن يكون إلى دور. طيب ممكن الاستعداد الوراثي أو العوامل اللي نحن نسميها العوامل الوراثية والاستعداد الوراثية أو الجينيتك فاكتور إلى دور. طيب معناتها اللي بنستخلص من هذا الشيء اني ما في عندي سبب واحد موضوع للفصام، يعني هذا وهذا منطبق على تقريبا معظم الاضطرابات النفسية. يعني انا الفصام ما بقدر بقول لان هي مثل ما قلنا، لان هي فرضا جوزة والله عبعزبة أو جوزة مثلا بعاملة معاملة سيئة، أو مثل ما بتسمعوا أو ممكن تسمع والله جوزة كان كتير قاسي معه وكان كل ما يضربه يضربه على راسه أو مثل مخلوقة جنت ومشيت في الشوارع، تمام؟ أو مثلا اللي والله فائت في الليل ما في إضاءة، وبتعرف يا دكتور الأوضاع وما في الراحدة تطلع مثلا على التواليت والدنيا ما في عتمة، فتخيل حدا قامت صارت تتوهم أو صار عندها مرض موضوع الفصام، أو لأني هي بالبكالوريا كتير أهلها ضغطوا عليها وده يسجلوها طب، قامت راحت ما جابت مجموع الطب وراحت اللي جابت يعني مجموع قليل، فكتير موضوع هي هذا الموضوع وتعليقات المحيطين والآخرين كتير أثروا عليها، فهي اللي نتيجة هذا الشيء صار مع فصام. خلينا نكون يعني من ناحية الأكاديمية ومن ناحية العلمية، يعني بيشوف أن شخص تعرض لضغوط كتير بحياته، ومثلا بتعرفوا نحن الأحداث اللي عم نعيشها أو الشيء هذا اللي عم نعيشه، مثلا بتشوف مثلا أم فقدت وفقدت ابنها الوحيد أو فقدت فقد بيته، فقد أرضه، فقد كل شيء عمره، بس هو شخص لسه متوازن وشخص لسه محتسب وشخص ما صابه موضوع فصام وما صابه اضطراب موضوع نفسي حتى، تمام. وشخص ثاني بس مجرد اللي هو عاش ظروف الحرب وقصف الطيران ورعب وشدة، فصار هلا إذا بسمع صوت عيلي بصير موضوع بخاف، أو بصير مثلا إني برتعب وما بيعرف ينام وما عم يعرف موضوع يأكل، أو مثل ما أن شخص ممكن يكون إني فقد عقله وصار يمشي بالشارع، مع أنه إني مثل ما أن اللي نسبة الضغط أو الظروف المحيطة هي لا تذكر اللي هو تعرضنا مقارنة مع أشخاص تانيين. طب ليش هذا صار معه في صام وليش هذا ما صار معه في صام أو ما صار عنده هذا في صام؟ فبقول لك أن العوامل الوراثية تلعب دور هام. يعني إذا أنت أو الشخص ما عنده استعداد وراثي، ما عنده استعداد وراثي، كل الظروف لو تتكالب عليه كل الظروف ما بصير معه في صام. يعني مثل بشبه لك اياها وهو مشبه لك اياها، اني مثل انت اذا بدك بدك تزرع شجرة على البلاط، اذا بتزرع شجرة على البلاط تنمو تطلع ما تطلع، بدها شو؟ بدها ارضية، بدها تربة مؤهبة لحتى هاي الشجرة تطلع. فالشخص يورس شو؟ بورس الاستعداد، بورس الاستعداد، وبعدين تيجي شو؟ بيجي أنا عندي استعداد أو هذا الشخص عنده استعداد، بيجي الظروف الثانية. وراثة الاستعداد لا تعني حتمية إصابته بالمرض، عنده هو ورثان الاستعداد، بس هذا شرط مثل ما قلنا لازم بس غير كافي لحتى يظهر عنده المرض. شو بيجي؟ بتيجي بقى هاي العوامل البيئية والمحيطة والشدات تيجي بتطالع هذا المرض، صير عنده مثلا مثل ما بترسب بالبكالوريا عنده استعداد صار عنده فصام، فقدت شخص عزيز، تمام، فقدت ابن البكاء الوحيد عنده الاستعداد صار عنده موضوع فصام.
صار عنده صعوبات موضوع اقتصادي، خسر بيته خسر أرضه، مشي وصار صار يمشي بالشارع أو صار يحكي مع حاله أو فصل لأنه عنده استعداد. فالعوامل البيئية والعوامل المحيطة أو الشداد التي تقدح الزنان، يعني أنا جاهز، أنا عندي الاستعداد، أجاني العامل أو أي شدة وأطلقت عندي الاستعداد. بس إذا أنا ما عندي الاستعداد بتتكالب علي كل الدنيا وكل الأسباب المحيطية، إذا أنا ما عندي استعداد مستحيل أنا أروح على فصام. فالشخص العوامل أو الوراثية أو الجينيتك، الشخص يورث بورة الاستعداد أو التأهب للمرض، بس ما هو يعني أنه هو صابه المرض. تجي بقى العوامل الخارجية، بيجي التعنيف الأسري، بتجي موضوع التفكك، بيجي المشاجرات العائلية المتكررة، الخلافات، الحرمان الاقتصادي، الحرمان المادي، التحرش، العنف الجنسي، الإساءة الجسدية، الإساءة موضوع الجنسية. تجي بتطالع عندي هذا موضوع الاستعداد وبصير موضوع مريض، مريض اني موضوع فصامي. بينما اذا ما عندي هذا الاستعداد، شو الاسباب؟ في عمره ما ساوت فصام. يعني انت اذا ما عندك استعداد، استعداد وراثي او جينيتك يكون انت عندك هذا الاستعداد ليصيبك موضوع الفصام، لو الاسباب كلها تكالبت عليك ما بصير عندك موضوع فصام. فهذا بتلاقوه اللي الفرق ليش هذا الشخص مثل ما قلنا، أو هي الأم اللي خسرت كل أولادها أو فقدت كل أولادها بالحرب أو بهي موضوع اللي شيء اللي إحنا عم نعيشه وما صاب شيء ومتوازنة وعين الله عليها وكام مكملة ومحتسبة وإخذ حسبة الله، وهديك الثانية بس لأني ابنها صار أولادها واحد بتركيا واحد بألمانيا وكلهم تفرقوا وضلت بنتها وبنتها إيش اسمها اتطلقت ولا صار معها فصام. تمام؟ يعني مقارنة الظروف هاي بهاي، يقول لك وين هاي خسرت كل أولادها وخسرت بيتها وخسرت أرضها وواوا إلى آخره، تمام، وخسرت جوزها ولسه بتشوفها بعقلها وكامل عقلها وكامل قواها العقلية ومتزنة ومتكاملة، وهاي مجرد أن أولادها لأني صار في تفكك وبعدوا عنه كل واحد صار في دير وما حدا صار له شيء وصارت تمشي بالشارع أو صار عندها فصام. مثل ما قلنا الأسباب لحالة غير كافية، ما بتساوي الأسباب المحيطية. طبعا الأسباب الفصام بده استعداد، بده استعداد وراثي أو جينيتك، وبتجي الأسباب هي بتطلق أو الشرارة اللي تقدح الزناد. مثل ما قلنا، فمعناته الكونكلوجن أو الخلاصة اللي أنا بالنسبة للفصام ما في عندي سبب، عدة عوامل، والاستعداد الوراثي يلعب هو شرط لازم ولكن غير كافي لظهور المرض، لظهور المرض. ومثل ما قلنا المرض في عنا عدة عوامل تلعب دور في في ظهور الفصام. وجدوا أني ليش الاستعداد الوراثي أني هو مثل ما قلنا مهم. قالوا أن الأولاد نشأت نسبة الانتشار الفصام هو 1% في عامة المجتمع. طب إذا كان أحد الأبوين فصامي، شاد نسبة إصابة الأولاد، شاد هاي النسبة اللي في عامة عند عامة الناس أو في المجتمع بتكون 1%، لما بكون أحد الأبوين موضوع فصامي بتصير هاي النسبة بتصير شاد، بتصير هاي موضوع النسبة بتصير 12%. تصور بتصير 12 ضعف احتمال إذا أنا واحد عنده أبوه أو أمه فصاميين، عنده فصام، شاد نسبة إصابة الأولاد ترتفع بين كانت 1% عند عامة الناس صارت أني 12% صارت اللي ممكن هالأحد موضوع أني هاي الأولاد أني يصير عنا فصامي هو 12%. طب إذا كان كلا الأبوين فصامي، يعني واحد حظه ما شاء الله عليها الأولاد كانت الأم فصامية والأب فصامي، شاد نسبة إصابة الأولاد ترتفع لأربعين ضعف تصير 40%. 40% نسبة الإصابة ما
موضوع بالفصام بتصير عند الأولاد بينما هي عند عامة الناس أو في المجتمع هي 1%. طيب إذا كان قال لك توأم أحادي توأم أحادي الزيجوت أو هو متماثل للواقع أو أحادي موضوع البيضة، هي كله موضوع للتوأم الحقيقي، وقال لك إذا إصابة أحد التوائم بالفصام نسبة إصابة التوأم الثاني بالفصام توصل لحتى وقال لك 57%، وقال لك في أحد الدراسات هي 100%. يعني إذا كان توأم حقيقي إذا واحد مش قد نسبة الثاني ينصاب، هي ممكن توصل في أحد الدراسات ممكن توصل لمية بالمية. 100% التوأم أو أخو التوأم أو شق التوأم، طبعا توأم حقيقي راح يصير عنده فصام. فالعامل مثل ما قلنا الاستعداد الوراثي أو الجينيتك فاكتور هو شرط أساسي أو شرط لازم، تمام، بس غير كافي لظهور مثل ما قلنا الإصابة. وكل ما مثل ما قلنا ليش هذا العامل الوراثي أو الاستعداد الوراثي وجدوا مهم، مثل ما قلنا بالنسب اللي حكيناها، النسب لما بتكون أنت في عام عند عامة الناس 1%، لما في قصة عائلية لمرض فصامي بالعيلة تمام بتزيد نسبة موضوع الإصابة. ونحن بالهستوري أو بالقصة السرية أثناء استجواب المريض نحن دائما نسأل على وجود القصة العائلية. في حدا عندكم من العيلة، نسأل في حدا عندكم من العيلة عنده مرض عقلي أو مرض ذهاني أو مرض فصامي، أو كان يراجع دكتور عصبية أو نفسية سابقا، أو دكتور حتى بنقول له دكتور عصبية، أو نام بمشفى أمراض عقلية أو نفسية، أو يا أخي نهى حياته موضوع بالانتحار أو انتحر آخر موضوع حياته أو مات موضوع بالانتحار، لأن مثل ما أن القصة العائلية أو الاستعداد الوراثي بلعب موضوع دور حاسم مثل ما قلنا، أو دور أساسي أو دور مهم جدا في الأمراض موضوع العقلية والنفسية. بس هذا هل هو كافي؟ لا مو كافي، بده عوامل تانية لحتى مثل ما قلنا تظهر الاستعداد الوراثي. فمعناته أسباب الفصام أن عدة عوامل، الاستعداد الوراثي هو شرط أساسي أو لازم لكنه غير كافي، ومثل ما قلنا النسب مهمة أو ضرورية أني تعرف أني شو النسب، لما شلون بتزيد النسب لما يكون في قصة عائلية إيجابية للإصابة موضوع بالفصام. حدا عنده تعليق أو سؤال على الشيء اللي حكيناه بالنسبة لأسباب الفصام؟ طبعا مثل ما قلنا من الأسباب أنه كمان العوامل الخمجية اللي هن اللي حطوها ضمن الأسباب، اللي العوامل الخمجية أنه هي ورجحوا اللي ممكن لأن هدول ينصابوا فيه بالشتاء وخمجي وغير نفسية المناعية، اضطرابات المناعية ممكن حطوا من الأسباب الاضطرابات المناعية اللي ممكن تكون سبب الفصام. حطوا كمان اللي الشخصية، بقول لك الشخصية وجدوا ان في شخصية الانطوائية ممكن صابوا فصام، الشخصية الانطوائية الانعزالية اللي فهدوه 15% ممكن روح على الفصام، الشخصية الاضطراب اللي عنده اضطرابات شخصية فصامية أو اللي نسميها فصامية الطابع، هدول كمان اللي بتجهوا موضوع الفصام ممكن يصيب عنده الفصام بنسبة أكثر من غيرهم. تمام، هلا هن هون مركزين على شيء مهم اللي هو اللي ونحن راح نركز عليه، هي اضطراب النواقل العصبية. اضطراب النواقل العصبية اللي يعني الكيمياء الحيوية، إني شو بصير عند مرضى الفصام من ناحية النواقل العصبية. أهم نظرية، في عنا عدة نظريات، أهم نظرية بالنسبة لاضطراب العوامل الكيميائية وهي بتهمكم كطلاب طب تعرفوا إني النظرية الأكثر تأثيرا والأهمية هي النظرية الدوبامينية. يعني شو بصير عند مريض الفصام بالنسبة للنواقل العصبية؟ بصير عنده مشكلة بالدوبامين، الناقل العصبي المسؤول بالأساسي المسؤول موضوع بالفصام أو الخلل الأساسي هو بكون بالدوبامين. الدوبامين شو بكون نازل ولا طالع؟ طالع. اللي بكون عندهم ارتفاع
في الدوبامين. هذا يعني تقريبا بتشوف هلا بالمحاضرة اللي بتقول المحاضرة بتلاقي فيه كتير موضوع كلام أو نظريات بالنسبة للعوامل الكيميائية الحيوية. نحن مثل ما قلنا بتركزوا أهم شيء أو النظرية اللي بتهمنا أكثر شيء هي النظرية الدوبامينية أو الدوبامين سيريز، اللي هي مثل ما قلنا المشكلة بتكون في الناقل العصبي اللي هو بكون الدوبامين، وشو بكون الدوبامين طالع ولا نازل. هلا نحن ما رح ندخلكم في معلومات تخصصية، بس أنا بهمني إني تعرفوا إن يكون في عنا زيادة في نشاط وفعالية الدوبامين، ولما الدوبامين يكون عالي أو مرتفع، الدوبامين في الجملة العصبية المركزية، لما الدوبامين يكون عالي هو مسؤول عن شو؟ مسؤول عن الأعراض البوزيتيف positive symptoms أو الأعراض الإيجابية اللي هي التوهمات الإهلاسات اللي بنشوفها عند مريض الفصام. يعني بيكون عنده معناتها تعرفوا إن الدوبامين يكون عالي. طبعا الدوبامين بالنسبة له مستقبلات، في له خمس مستقبلات هو أو receptors. المستقبلة الأساسية اللي مسؤولة بتكون في الفصام هي D2، المستقبلة D2 أو الدوبامين 2. هو في D1, 2, 3, 4, 5، عندنا خمس مستقبلات بالنسبة للدوبامين. الخلل الأساسي بيكون في الدوبامين المستقبلة الثانية. طبعا الدوبامين وين بيكون، يعني الدوبامين وين بتكون الخلل، بيكون على أي مستوى بالنسبة للخلية العصبية، هو بكون على مستوى السينابتيك أو السينابتيك، يعني هو بكون في على مستوى المشابك العصبية اللي يكون الخلل في الدوبامين. معناتها أهم نظرية تركزوا عليها بالنسبة للكيمياء الحيوية، بالنسبة للخلل وين بكون في الكيمياء الحيوية، هو الخلل بكون في الدوبامين. تمام، أو النظرية مثل ما قلنا الدوبامينية. هاي أهم نظرية ممكن تركزوا عليها. طبعا بتقروا أن في نظريات تانية يكون هي مسؤولة عنها، ونواقل عصبية تانية يكون مسؤولة عن الاضطراب اللي بصير في الفصام، بس مثل ما قلنا تركزوا على هاي النظرية بشكل موضوع أساسي. هلا بقول لك اللي بتعرفوه اللي ولازم تعرفوه أنه كمان بصير في عندنا تبدلات تشريحية في البنية العصبية المركزية أو الدماغ والبنى العصبية المرتبطة فيه عند مرضى الفصام، صير عندهم ضمور. نحن بنقول اللي بنقوله للمريض أو هالمريض اللي بورا كل نكسة بنكسة المريض هو مو بس أعراض، النكسة يرافق موضوع ضمور، أو اللي بالعامية بنقوله المرض عم بياكل من الدماغ أبنكم. يعني هو التعبير موضوع عشان يفهموا عليه، لأنه هو المرض فعلا وجدوا أنه هو بصير في تغيرات ضمورية أو تراجعية في الجملة العصبية الموضوع المركزية عند الأشخاص اللي بكون عندهم فصام. فكل ما زاد النكسات كل ما بزيد هذا التراجع، أو بزيد هذا موضوع التراجع في البنى التشريحية للدماغ والبنى المرتبطة أو المرتبطة فيه. تمام، فهي خطورة مثل ما قلنا خطورة الفصام، وخطورة مثل ما قلنا أن يجي للمريض ينكس، أو أن خطورة أن هو الشخص إذا ما تم علاجه. طيب أنا تقريبا هيك حكيت الشيء المهم الموجود في المحاضرة المحاضرة اليوم، ومثل ما قلنا رح تبعت لكم إياها آسيا، تبعت لكم المحاضرة PDF. ما بعرف إذا في أي سؤال أو تعليق على الشيء اللي حكينا اليوم أو مداخلة. في أي شيء بالنسبة للشيء اللي حكيناه؟ إذا ما في أي شيء أو مداخلة أو تعليق راح ننهي المحاضرة اليوم، وبنشوفكم إن شاء الله وتعالى إذا الله أحيانا الأحد القادم على نفس الموعد بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية حكيم. حياكم الله.